دباغ ابراهيم اللقب ملقب بكلمة الصيدلي من السكينة ديال الحربيلي. دابا حنا هاد الوقت اللي هو كنديروا فيه الوقفات الاحتجاجية هو عامين، دابا عامين، وحنا ديما كنوجهوا الرسالة ديالنا للملك ديالنا محمد السادس والولي الجديد مهيدية بولاية الدار البيضاء. كنتمناو باش الصوت ديالنا يوصل للناس ديال السلطات باش يديروا معنا حل. حنا ما عندنا حتى شي حاجه كتوقفنا وهو السكن، حيت السكن ما بغيناش نتهجروا لبني خلف، لان داك التهجير ديالنا تابعينو شي حوايج اللي ماشي في الصالح ديالنا. اول حاجه غنبعدوا على الخدمه ديالنا، ثانيا اللي في شي خدمه غيقول لها باي باي تواد معاها. حنا نازنتين احرار دافعين الوالدين ديالنا، دافنين الوالدين ديالنا في هذه الارض السعيده. انا عبد ربي واحد من السكينه ديال الحربيلي، انا الوالدين ديالي مداعين مع الناس مالي الارض، اللي هما جوج خواتات مداعين مع الناس مالي الارض، اللي هما جوج خواتات. وباقي لدابا عندي الوثائق والعدد ديال العدد السكان اللي كان في حربيلي والناس اللي مداعين مع الاخوان مالي الارض. لهذا ماشي ساهل عليا باش تجيني ساهله ونتهجر لبني خلف. كنطلب من الناس المسؤولين باش الرساله توصل. الناس المسؤولين بغاو يفهموا واحد الحاجه، بان حنا كنسكنوا هنا في الحي الصناعي وما مطفرينوش. حنا كنسكنوا في الحي الصناعي وما مطفرينوش. عدد ديال الشباب ما خدامينش لحد الان، واحد العدد ديال النساء ما خدامينش. كاينه الدار اللي فيها خمسه نفوس سته خدامه عليهم مراه كتضرب الجفاف باش تعيش هذوك النفوس واش تعيش ناس اللي هما رجال. علاش؟ حيت ما كاينش داك الشيء اللي بغينا. حنا دابا الرساله ديالنا اليوم الوالي مهيديه، الوالي مهيديه والملك ديالنا محمد السادس، باش يتدخلوا في هذه المساله اللي هي ديال الحربيلي والعين، ديروا لنا شي حل. ما بغينا والو، ما كنطلبوا والو، اي حاجه جات كنتاقلموا معها. الطلب الواحد ديالنا هو الساكن داخل زناته، ما بغيناش نخرجوا من زناته. وتحيه للصحافه اللي كتسال عدد المستفيدين. نعم خويا، المستفيدين ديال شحال ديال البلاد؟ العدد كاينه 1200 ديال هذه الناس اللي كاينه في حربيلي. وبيكيني واحد وبيكيني هذوك كل بلاصه عندها واحد العدد ديالها. وهذوك الناس راه ريبوا، المشكله الكبيره اللي كتخلينا نهضروا، هذوك الناس راه ريبوا وهزوا، ولكن راهم محلين في الكرا. كاين اللي ما عندوش باش يكري، كاين اللي ما خدامش. حنا كنتمناو من الملك ديالنا محمد السادس الله ينصرو باش ما نطيحوش في المشاكل اللي طاحوا فيها الدواور قبل منا. عندي واحد السؤال، هو انا كنطلب تحقيق. اول حاجه كنطلب تحقيق في هذا الملف ديال السكن ديال الحربيلي. بغيت نعرف علاش الشاب واحد والشاب جوج كانوا كيتواجدوا خارج، يعني من وراء حربيلي من اللور، وهذوك داروا معاهم حل وجابوا لهم المكتب حتى المكان ديالهم فين ساكنين وقدوا لهم الوثائق ديالهم، وهما استافدوا هنا في الشلالات. اش من فرق ما بيننا وبينهم؟ يعني هذوك الناس خارجين، شاب واحد والشاب جوج، ولكن راه حربيلي اول دوار. بغينا الحل، بغينا نفهموا علاش درتوا مع هذوك الناس الحل وجيتوا لحربيلي وتقولوا لي انتم خارجين ما محسوبينش على زناتي، علاش؟ شنو هو الحل؟ كنطلبوا شي مسؤول يجي يوقف معنا ويتحاور معنا. حاجه وحده اللي كنسمعوا، الارض ديال الملك، الملك حاجه واش كيبغي الشعب ديالو ولا يتكرفص ولا يجري على الشعب ديالو من البلاد ديالو. هاد الشيء حنا كنعرفوا على الملك، الملك ملك الفقراء عز عليه الشعب ديالو، ما كيتعاملش بهذه القضيه. وبغينا تحقيق بهذا الشيء، بغينا تحقيق بهذا الشيء، وبغينا الوالي مهيديه يجي لعندنا ويتحاور معنا. بالنسبه للوالي مهيديه دار شي زياره ديال عندكم؟ دار تقريبا ما بين جوج زيارات او ثلاثه ديال الزيارات، وكنظن 100% ما توصلش بالحقيقه. يعني ربما فهموا داك الشيء اللي بغاو هما. حنا بغينا الوالي يجي عندنا، حنا الوالي مهيديه بغينا يجي عندنا حنا كسكينه باش نوضحوا ليه كل حاجه. وتحيه نضاليه للجميع، وكنشكركم اخويا ديما كتساندونا وكتوصلوا الصوت ديالنا. وشكرا.